خلاص خلاص، ده الشغل اللي احنا قدامنا. خد يلا. معي بابا. انت كنت فين امبارح؟ امبارح كنت في الدرس. في الدرس؟ ايوه كنت في الدرس. يعني لو كلمت المدرس هيقول انك كنت في الدرس؟ كلمه يا بابا، اساله والله كنت في الدرس. اه طب انت رايح فين؟ ايه رايح الحمام. هتعمل ايه في الحمام؟ اكون رايح اعمل ايه؟ يعني رايح اكل يا بابا، رايح اكل. الله الله الله، انت عايز تضحك على ابوك؟ انت عايز تضحك عليا؟ لا تعالى خدني انا. مش قصدي والله. تعالى خدني انا مين؟ والله ما قصدي. خلاص خلاص بقول لك. نعم. ما عايز اروح الحمام. انت عايز تضحك تاني على ابوك؟ لا ما خدها معلش، تقلق من البيت ده. الضحكة دي حكاية. مفيش فلوس. أنا مش عايز فلوس أصلا. أمال عايز إيه؟ أنا جعان. إيه؟ نعم يا أخويا؟ إحنا مش لسه متغدين؟ أنت بطنك دي فيها إيه يالا؟ طب أنا مالي أنا؟ طب بني آدم وجوع، أعمل إيه؟ ماليش فيه، خش شوف لك أي حاجة تصلحها من التلاجة. يعني مش هتقوم تعمل لي حاجة. تمام؟ تمام، ماشي. بس خليكي فاكرة، أنت اللي جبتي لنفسك أنت ومطبخك. أنا هعمل أكل لنفسي. الله يخرب بيتك، اللي بتعمله في المطبخ ده؟ لا لا كتير كتير كتير. ما قلتليش الملح فين؟ المطبخ المطبخ. ماما ماما، الله يدعوك.